جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عقدت على فتاة ثم جامعتها قبل أن أدخل عليها، وانفصلنا قبل أن أدخل عليها أيضا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت عقدت عليها عقدا صحيحا فهي زوجتك، ووطؤك لها حلال لأنها زوجتك قد عقدت عليها، ويتقرر لها المهر بما استبحت من فرجها، يتقرر لها المهر كله يتقرر لها، وإن كان ما سمي لها مهر فلها مهر مثلها. نعم.